ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهاردة الفيديو هيكون بصوا يا جماعة، انا رحت مكان كنت عاوزة اشتري منه عباية. انا كنت نفسي في عباية، كنت عاوزة اشتري من المكان ده عباية، فروحت عشان اشتري عباية ولفينا وشفنا حاجات جميلة. خليكم بقى معانا عشان تشوفوا الحاجات الجميلة اللي احنا شفناها. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله. اول حاجة احنا مشينا كده، دي شليان ودي طرح. احنا كنا ماشيين كده يعني بنتجول، ودي خالته كانت ماشية معايا، وكان في بقى طرح وبيجامات وعبايات وحاجات من دي. بصوا كان في حاجات حلوة جدا، بصوا في عبايات اهي، وفي حاجات اسعارها حلو، يعني في حاجات جميلة واسعارها جميل. زي ما قلتلكوا يا جماعة، في بيجامات وفي درسات وطرح وكل حاجة بقى انتوا عايزينها بتلاقوها. وتعالوا بقى اول حاجة هنشوف العبايات. ده جنان، دي شكلها حلو. خليك ماسكاه. ساعة بقى في السكوت دول كده خلاص يا مدام ولا ايه؟ انا هاخد واحدة بس من الاتنين دول، لكن واخد كمان واحدة بقى كده. ظبطها كده يا جنة من هنا، ظبطها من هنا، هتبقى صغيرة عليك يا جنة، صغيرة ممكن تيجي على قد طول. ده طبرك واسع، انت عارفه طبرك مليان. لو هاخدها لا اجيبها معايا. مش هي احمد فين؟ ماشي كده حلو. بص كده يا مدام، طيب بص وريني كده يا جنى. طب افرديها، افرد امسكها كده. بصي يا جنى، لا عاملاها عليكي بقى. المشكله لما بشاور على الحته بلاقي فيها. لو عايز الساده يعني شكلها حلو. شكلها حلو. اوعي كده يا جنة. مين؟ كبير عليك صح؟ لا ده سيني. كبير عليك صح؟ ارجعي لورا سيني. معلمة. كبيرة. طب اقلعوا قيس التاني. والله العظيم عدتني من بعد خطوة امبارح والله. شدي لقدام. شدي يا بت. اقعدي بس عشان الرضا يسكت. نعمل ايه يا نانا؟ ايه يا عمي؟ ماشي خلاص يا عم. خليك استني. استني. شكلها حلو. شدي بس هيبقى زي الدريس بالظبط. طب شوفيه في المراية. شوفيه في المراية. بس حتة جميلة. ما فيهاش كاميرات، اللون داخل من جوه عادي. بس لونها حلو. شدي اعملي الدريس يا جنة. بصي اصبري اعمليها عليك. اصبري. ايوه اعمليه بس كده عليكي. شكلها حلو. شكلها حلو. اوعي بقى اسيبيها. طب امسكيه. وريني يا جنة كده. من هنا؟ لا. بصي يا بنتي. طب قسيها يا جنى. طب عامله كام؟ ظبطي نفسك. ظبطي نفسك ايه؟ بس طلعي الطرحه؟ ظبطي نفسك. يا جنى وريني. حلوة يا جنة، عجبكي؟ شكلها حلو. شكلها حلو صح؟ شكلها حلو. طب انت من قدام، بص من فوق كده وتابع من قدام كده، حاطي نفسك من قدام. اعملي الطرحة كده لورا عشان اشوفها مين بيظبط عليها زي الدريس كده. حتى 10 يا نسمه. حلو.
افرضها من بعيد. هات كده. لا 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 هتجيب لنا فطور. هتجيب لنا فطور وفي تطبيق دوت وفي بيع وفي شراء يعني ما تعطلناش بالله عليك. ده ازاي اعملي شيلي شيلي الكنار بتاعه. الكنار بتاعه كده حلو شكله حلو. هتقولي في عيد الام يا جنى. طب بصي البسي كده البسيها شوف شكله. لا وريني كده وريني كده يا بنت. استنى استنى لفيه لفيه عشان تجيبي واحد في عيد الام او عيد ميلاد. شكله حلو يا بنتي. تعالي وريني كده لفيه. طيب طرحته صغيره حاسبه عشان التليفون هروب. طرحته صغيره ما بتتعملش كده على فكره. دي بتتلف بتتلف بتتلف. ايوه كده ازدال عشان هي ازدال مش شعبان. ها او كده. ايوه وريني كده بقى. خليك زي ما انت. وريني كده قماشته حلو. هو لونه حلو. هتقولي بقى في العيد الام هو راح يجيب من هناك. قماشته جميله والله وشكله جميل. واخده منه عبايتين صور ده كده. سلم عليك. وريني كده جنة. خليكي زي ما انت الطرحة بتاعنا. طرحته مش من النص. ممكن تعمليها زي اللي هي زي ما بتلفيه. وريني كده بقى شكله حلو على فكرة. شكلها حلو. وريني كده بقى اهو شكله حلو. ماشي خلاص كده شكله جميل والله يا جماعة. بس ابقى هاتلي الاسود. ها بغششك او لا هاتلي الاسود. لا انا خدت اخد الاسود بقى عشان اخرج بيه. بصي اهو تمسكي كده الاسود اهو. امسكي الاسود ده كده. بصي الاسود الاسود جميل زي العبايه اللي عندي. بس شكله حلو. امسكيها عليكي بس امسكيها عليكي امسكيها عليكي. في منه مقاسين ده مش زي ده. دي قماشه تانية صح؟ دي فيها لمعه. بيعمل بيل بالجميع. اوعي كده يا جدع. ما اشوف العبايه دي كده شكلها حلو. هقول له في منه اسود حلو يا بنت. هي دي عامله كام اللي هي دي؟ والتانيين اللي هم دول زي استنى بس دي 360 صح؟ عشان يبقى اقول 380 خالص يا جميل. دي الصك قلت لي بكام؟ ب 400 وكام؟ 420 420 فراشه 450 اهي شكلها حلو. دي الفراشه صح؟ جميله مش جاي خلاص.
بص كده قبل ما وريني الجن مش صدق شكلها حلو كده هتبقى حلوه عليا لو انا لبستها صح صح ما بحبش ان شكلها حلو جميل وريني كده الجن ادور على واحده زيها كبيره هي هتاخد ديلي هتاخديها يا صفا لا لا ثواني بس هي عايزه زيها بالظبط بس تكون واسعه شويه لا عند هتبقى ضيقه من فوق هتبقى حلوه على الجنب حلو ده مش زي الاسبان صح شكلها حلو لك نار من تحت ارفعيها ارفعي شكلها حلو ارجعي ورا شوية بتاعت الكبار يا جنة مش هتنفعي هي حلوة جميلة بس تنفعلي متنفعلكيش لا ارفعي الطرحه كده الطرحه ارفعي الطرحه لها الدائر ورا الدائر دلوقتي يا جماعه كنا جعانين عشان لفينا كتير جدا ودخلنا محلات كتير بس ما جبناش ما عرفناش نصور فجانا كانت جعانه يا احمد دخلنا بقى محل مخبوزات كده واخترنا منه حاجات فين احمد جنبي او انا هسيبه اصلا المهم في اخر الفيديو يا جماعه لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عايزه فلوس وتفعلوا زر الاشتراك علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديده احمد واكتبوا لنا في التعليقات ايه رايكم في الفيديوهات اللي احنا بنقدمها وبرده قولوا لنا على مقترحات نعملها لكم فيديوهات يعني حابين انتوا تشوفوها او اي اسئله اكتبوا لنا تحت في الكومنت. اهي الحاجات اهي بصوا يا جماعه الحاجات دي اللي احنا جبناها العاديه دي اهي بس مش لينا الخريطه انت مش عارفه دي جربيه بيتي ماشي هاتي بقى الدرس اللي انا جبته اهي الجنة هي اللي اخترته يا جماعه هو في جنة وريهم وجاب الدرج كانت قاسيته في المحل اهو هو مش على قد كجنة بس ايه بقى نحاول نقسمه هي نفسها تلبس دريس اما نشوف اما نقسمه بقى ولحزام هيبقى شكله عامل ازاي انا شكله كده هاخده منك يا جنة شكله حلو انت عقمت ايدك يا احمد ماشي ورقه بتتعلق هنا ماشي بابا في بوكه كمان اهو ده اه بوكه ده شكله حلو محفظه جبت انا بطوط بيضا عشان يجي متعرف شكلها حلو ماشي احمد جاب مخبوزاتي كمان بصوا جاب حلويات قد كده حاجات مسكره كلها هو اللي اختارها ايه مفيش غير ده والملح ده فريسكا بص مش صبر على نفسك يا احمد انا مش عارفه اعمل ايه بيحب الحاجه المسكره موت بص جاب كل الحاجات دي مسكره هو اللي اختارها هو ده بس اللي مملح ارى ايش بص مختار ايه انا عايزه اوريكم كميه الحاجات المسكره اللي احمد مختارها بص الحاجات اللي انا ما بحبهاش بحاول ايه ايه ده يا كل الحاجات دي مسكره حرام عليكم والله عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان اوصلكم اي فيديو جديد هنعمله مع السلامه